حث تطبيق تيك توك وشركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق محكمة أمريكية على إلغاء قانون قال إنه سيحظر تطبيق المقاطع القصيرة الشهير في الولايات المتحدة بدءا من 19 من يناير القادم، لافتين إلى أن الحكومة الأمريكية رفضت الاشتراك في أي محادثات للتسوية الجادة بعد 2022. ويمهل التشريع الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في إبريل شركة بايت دانس حتى 19 من يناير المقبل للتخرج من أصول تيك توك الأمريكية، إلا ستواجه حظرا على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي. وتقول بايت دانس إن سحب استثماراتها ليس ممكنا تكنولوجيا أو تجاريا أو حتى قانونيا.